2020 ثقيلا بأحداثه المتسارعة مر على العراقيين، حيث شهد اكتمال ملامح ثورة تشرين التي انطلقت قبل بدايته بثلاثة أشهر، ففيه تحولت التظاهرات إلى حدث يومي، وصارت الاعتصامات مظهرا مألوفا في الميادين والساحات، ونضج الوعي الشعبي العام بضرورة التغيير، وكشفت السلطة الحاكمة عن إفلاسها وعجزها التام عن الإصلاح بعد أن اختارت القمع طريقا لقمع الثورة، وارتكبت عددا من المجازر وغيبت مئات المتظاهرين والناشطين. ففي بداية عام 2020 بدأ المسار الثوري يتصاعد حتى وصل إلى ذروته في الأشهر الأولى، وأسقطت التظاهرات جميع مشاريع الوهم التي تقدمت بها السلطة الحاكمة. موظفون مضربون عن الطعام، طلاب جامعيون طبقوا شعار لا دراسة حتى سقوط الطبقة الحاكمة، متظاهرون غاضبون أحرقوا مقار الميليشيات وأغلقوا الطرقات، حتى دخل العراق في حالة إضراب عام وأربك التصعيد السلمي الحكومة، فلم يعد الرصاص أداة نافعة في إخماد الثورة. جاء وباء كورونا ليغير من المشهد قليلا ويفرض على الحياة الثورية سلوكا معينا، بل تحديا صعبا أمام المتظاهرين، حتى ظنت السلطة الحاكمة أن هذا الوباء سيوقف المد الثوري، لكن التنسيق العالي والتخطيط الجيد مكن المتظاهرين من التعاطي مع الواقع الجديد، فكانوا أول من التزم بالقواعد الصحية، وبنفس الوقت لم يتخلوا عن ساحات الاعتصام، حيث باعدوا بين خيام الاعتصام وقللوا عدد المرابطين فيها، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على قناعة المتظاهرين بأهمية استمرارية الثورة ولو بزخم أقل، حتى يقطعوا الطريق على محاولات إخمادها. تمكنت ثورة تشرين خلال عام 2020 من إرباك العملية السياسية، كما كنست غبار الطائفية عن وجه المجتمع العراقي، وأظهرت العفوية الوطنية الأصيلة، وأعلت من شأن النضال السلمي، وأرغمت المجتمع الدولي على سماع مطالب المتظاهرين، وجعلت كل عراقي يوقن بأن الخلاص المنشود ينحصر في طريق التغيير الشامل، بوضع عقد اجتماعي جديد بين الشعب وسلطة منتخبة منه، نابعة من همومه، مخلصة لقضاياه، تحت سقف عراق جامع عابر للطوائف والأعراق، مستقل بقراراته وتحديد مصيره.